السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل قائمة منسدلة او دروب ليست تقبل البحث، ان انت تقدر تكتب الاسامي ويظهر لك في اول البحث وتختار انتر وكل حاجة وتبقى الدنيا تمام. اولا انا عايز بس اوريك شكل الدروب ليست يعني العادية والدروب ليست اللي انا عملتها. الدروب ليست العادية اللي انت بتيجي تقف هنا وتختار الاسامي هي مش مترتبة، علشان هي هنا مش مترتبة. ميخائيل وريمون ومينا، هم هنا ميخائيل وريمون ومينا وهكذا، الأسامي هنا مش مترتبة، تمام؟ فطبعا وكمان ما تعرفش تكتب أي حاجة، يعني ما ينفعش تكتب أي حاجة، أنا بدوس هو على الكيبورد ما ينفعش، تمام؟ ده بتدوس عليها كده وتختار أي اسم وهكذا. أما بقى في القائمة التانية، بمجرد ما بتدوس على الشيت بيظهر لك الأسامي، وممكن تكتب مثلا محمد اف مثلا فتحي وتختار انتر، مثلا نادر، اول ما تكتب نادر يظهر لك، لو انت مثلا عايز تكتب نادر كي مثلا يظهر لك وهكذا. دي القائمه او القائمه المنسدله او دروب ليست اللي هي تقبل بحث اللي انا جاي اشرحها لك دلوقتي، فخليك معايا ان شاء الله تعرف تعملها باقصى وقت ممكن وباسرع وقت. خليك معايا. بص، كل اللي عليك ان انت في الاول خالص هتعمل قائمه منسدله خالص. انت هتعمل قائمه منسدله دي فين او دروب ليست ده فين؟ هتعمله هنا. انا اعلمه بس بلون كده مختلف، ده ليا انا مش اكتر، اعمله مثلا بلون ده كده عشان يبقى باين، تمام؟ وهنيجي نعلم مثلا على العمود كله وندوس على كلمه داتا كاننا بنعمل قائمه منسدله عاديه، ونقول ندوس على كلمه داتا فاليديشن واني ديس على اني فاليو ونخليها ليست، ونختار السورس، السورس يبقى كل الاسامي دي كلها عشان دي اللي انا عايزها تبقى قائمه، وندوس اوكي فبقت تبقى قائمه عاديه خالص زي ما احنا عايزين، تمام؟ طب نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نروح على ديفلوبر. لو انت ما عندكش كلمه ديفلوبر دي، كل عليك ان انت تدوس كليك يمين في اي حته فاضيه وكاستمايز ذا ريبون، وكلمه ديفلوبر هتلاقيها مش عليها علامه صح، فخليها عليها علامه صح ودوس اوكي. هنروح رايحين على كلمه ديفلوبر وندوس على كلمه انسرت وكومبو بوكس، ونحط الكومبو بوكس في اي حته كده بالمنظر ده كده، تمام؟ اول ما نيجي بعد كده نقف عليه كده، وبعد كده نروح دايسين على كلمه بروبرتيز، وبعد كده نكتب هنا دروب ليست تمب، دروب ليست تمب اللي هي نفس الكلمه دي كده بالظبط، دروب ليست تمب هي دي. هناخدها كده كوبي، عايز تاخدها كوبي او تكتبها مش تفرق، اهو انا خدتها كده اهي، تمام؟ واروح دايس في اي حته هنا كده، وبعد كده اروح دايس اقفل بتاع دي خالص، وبعد كده اروح دايس على ديزاين مود تتشال خالص، تمام؟ واخد الكود ده كله، الكود ده ادوس كنترول اي كنترول سي، اخدها كده كوبي. الكود ده انا هسيبه لكم طبعا في الشرح طبعا ده بدون ادنى شك يعني، وادوس على كلمه شيت دي كليك يمين وفيو كود فيو كود، وبعد كده اروح دايس كليك يمين هنا وبيست، وبعد كده اروح دايس على كلمه الت كيو الت كيو اهو، وادوس كده هنا، فكده كده راحت. اول ما ادوس كده يظهر لي الاسامي دي، اروح مثلا كاتب محمد نادر ريمون عماد مثلا، في اسمه محمد سيد اهو، يعني مثلا ممكن ادوس مثلا ام او اتش محمد سيد وهكذا. دي كده الدروب ليست اللي تقبل البحث والسريعه وباقصى وقت كله، الموضوع ما خدش 3 دقايق ونص. وبعد ما انت ظبطت كل حاجه، وبعد ما انت عملت بقى الدروب ليست وكل حاجه وبقت شغاله معاك تمام، هنيجي هنا في مرحله انك تعرف تسيفها ازاي. هندوس على كلمه سيف دي زي العاديه خالص، ونسيفها مثلا وليكن على الديسكتوب عندي. كل اللي عليك انك لما تيجي تسيبها، وليكن مثلا تبقى اسم مثلا دروب ليست اهي، دروب ليست اهي، كل اللي عليك عشان تيجي تسيبها ما تسيبهاش اكسل ورك بوك، تسيبها على اكسل ماكرو انيبلد ورك بوك، اكسل ماكرو اهي، وندوس سيف، لان انت لو سيفتها باكسل ورك بوك مش هتشتغل. بعد كده نروح قافلينها سيف مفيش مشكله، ونقفل دي كده عادي، ونقفلها دي، نقفل الحاجات دي كلها، ونفتح الدروب ليست اللي انا عملتها دي. وبقى الموضوع يرجع زي ما كان. لو جيت تسيفها على اكسل ورك بوك العادي مش هتشتغل، لازم تشغلها على ماكرو، عشان انت حطيت اكواد في بي اي، الاكواد اللي احنا ضفناها في الشيت هنا اللي هي شيت الفي بي اي او الفيجوال بيز. فاتمنى حضرتكم طبعا يعني لو الفيديو عجبكم تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا انا بقدم نصايح كويسه جدا في الاكسل وحاجات فعلا هتفيدك، ومش والموضوع مش بيبقى مطول، الموضوع سريع جدا فوق ما تتخيل، انا بعملها باسرع وقت وبديك خلاصه كلها. فلو اتمنى لو تتكرم بس تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل شير عشان غيرك يستفيد. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.